اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباحكم ورد وفل وياسمين. نسرين بدت وكنت أحكي أنا ودرسها في أخته، عاد نسرين بدت الطيب وقلت لها يا ثوري يا ثوري بقينا نحكو. أنا حطت البصل والدجاج حركي. نسرين كل يوم أنت تعرفي صوتي باهي مش شايفني. حطيت بصل كرتون ملح ودجاج فلفل مكوش. اي حاجه احلى زينك هك الضحكه هك الضحكه. بصل ودجاج اهو، بصل ودجاج وفلفل شايح وكركم وملح وشويه على هك شويه كيلو زعتر على التفاح نتاع الدجاج. ما يبقاش هيك وشويه فحم ما تقولكم نسرين وصوتي باه من الاولاد باه من العيال وديجا متغشى من صغاري. نقولها وسعي بالك يا نسرين وسعي بالك. يقولوا لي صاحباتي شفتي الصغار كي نبدا نحكي شفتي الصغار يصبروا فيا. باهي طب شو نحط الطماطم؟ خليتي حكه الطماطم نجيبها. جيت نلقى امان شاد حال حكه الطماطم نشي حلي حكه قعرت قلت حلت يعني هو الفايدة في المشاركة. أمين طيب زلنا صنعين في عنده نفس نفس في الماكل. في الماكل خطر هو أكل خطر هو يحب الماكل. في الماكل هذا هو الطماطم تو باش تتقلى. احنا قولين ما فاتوا شنو باش نطيبوا ولا كيف؟ باش نطيبوا أكلة أنا نحبها وكي جات نسرين بحدايا عملناه. خليها مفاجأة في الأخر. تحب مفاجآت نسرين ديما تحب تفرح راي إن شاء الله ربي يفرحك. إن شاء الله تحضر كي تحضر ويخلي يشوفها. باهي نقدوا كل شيء. باهي إن شاء الله ربي يفرحك يا نسرين. إن شاء الله ربي يجبر بخاطرك كيما تجبري بخاطر الناس الكل. في بالكم متغشة ما تحبنيش نروح قالت وحدة أعمل دفتر عايل. والله راي مش نورمال. ريتو مشيت عندي صاحباتي يجون فاتنا يا بحذايا بتي بحذايا فاتنا اوقدي بحذايا. شو نسرين كيفاش تخزرينهم كي نقول لهم انني جايه بحذاكم نهار؟ نعملهم هكا ما تحبنيش نمشي حط في الحد. باهي هنا حط الهريسة العربي نسرين والطماطم والبصل. لازمها تجيب شخشخه بالبصل غير اللي باش طلعوها. شخشخه شخشيخ شخشيخ. البنات راني ما عادش نشم باش يبدا في علمكم. زعما كورنت قلت لي نسرين فاتن زعما كورنتي نجم تكون كورنت خفيفه. اي ما هو انا وهاو البنات هو الجماعه معايا والحمد لله. يعني انا من نهار ثلاث مريضه ولاباس الحمد لله. باهي شو الفلفل حار نسرين؟ اه حار. اي من عند تاني جيبه اللي حكيت لكم عليها اللي هي توجه لكم تحيه الناس الكل وتسكن في حي السرور. وقلت لي مرحبا بيهم بالنسبه اللي يسكنوا في قفصه. مرحبا بيهم الكل يجوني في كل وقت تفرح بيكم حاجه نظيفه سواء من الفحات سواء من على فكره تعمل جو سترونات تعمل جو تاع قارص كل شيء حاسين حوايجهم ظني الكل قاعده تحضر فيه. قلت لي قول لهم ونخلي لكم النيميرو نتاعها في الفيديو كي احبه. ان شاء الله ان شاء الله كي نعملوا تو نصوروكم في حاجه في رمضان. وانا حطت نسرين في الملح الاحمر اللي هي طب شو مرقب شوي ماء هذا بينا شوي شوي ما نكثروش برشا احنا بدنا نمرقب شوي. انا هذيك طبيعتي في الماكله ما نحبش نصب الماء خاطر نحس الماكله تنصار تبدا تطيب سله سله وصوت الماشين نحس الماكله تنصار. اي لا قلت لك تحبيها تطيب سله سله كي نبدا نزيد في الماء نبدا بشوي
مش عارفتي كيفاه؟ يعني تو حلال انا بدي ما عملتيش الحمص باش نرموه توا اول بند بالسري بالك فات من الحمص كي تقليه مع الزيت يحصرم يحصرم اي 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 حطي لا ما نقليش هو روح حتى كي تنفخيه كي تنفخيه هو اللي يعطيك يطيب لك بالكدا يلزم طريقه التنفيخ نتاعو تكون باهيه الماكينه تو تعصر تعمل فيها السقوي ماني حاطت فيها مش برشا صابون هذاك هي هذه مريقتنا غطي نسرين عملتي لفاح نسرين لا لفاح مو في الاخر مع الثوم تحطيه حلو الثوم وشويه ملح باهي مش نفس الطريقه نتاعي انا كل واحد وطريقته شو تعملي انا اللفاح نحطه في بعد التقليه في المرقه لا في الاخر انا هاي قشري وفي غاديك عملت لك سفت كادر محلي شتي نعملو رودة ليت رودة ليت كدو نبدو يا مانتو نحضر الثول واحدة نحطها في واحدة يمشي قلي مش تمسيتهم البيسات مش تمسيتهم ما تمسش بيسات حطينا فلفل لك حمرحي هربس هربت بالمهري خطرين حبوك عب انا هربت بالمهري انا حبوك عب وفلفل لك حبش نتشوي ملح سعدي بيه راو يعاون فينا شفتوا تايم راو احسن طفله اخزر كيفاش يعاون في مامات شوفوا فيه كيفاش يعاون في مامات قص في البطاطا بيتايم انا كنيني كمعاش نزح البطاطا راي حافل مش سكينة حافل ديك اعطينا كل شيء هذا نسيت فيني باه نخليك كسرة على جنب خلينا نقرب النسرين وهنا عملت نسرين تعمل في السمير حطينا توا الملح وحطينا السمير توا باش نخلط نسرين تعرفوا ريحه بتعملها بالفارين مثل الحلال فين كبشت كبش قلت لها لا عملها سميد معليش حب سميد انا تجي سميد تجي طريه ما تجي تجي محلاها الناس خون مش معناتها العجينه تجي باهي تبدا طريه في ايدك وعجيت جاتك مفاجأة بعد ما تقوليش والسكور جيب القهوة راه جيب مينا لميت عاد البيت ما نعرفش تسألي فيه شفتوا نحنا صاحبات كيفاه تعطيني راي نعطيها راي رايحة بس راي رايحة بس راي في الاخر يمشي كان اسمع ما عادش تمس باهي ريتي ما عادش تمس هذو اللب هادي ريتي في الكم باش نحطها غادي باش نغرب باش نعملها اي تدركيها اخرى اي خاطر ما نجمش اي سيد عجبك خاطر ما عادش نجم نزيدها اي فهمتي تلمت صحيح مش قبيح ريتك تبدا تبدا فيه كيفاش تولي ايه جي شوفها خليها ترتاح شوي بعد ما تبدا ما تبديش طول تعجني فيه مش ما تعبكش شوفتوا لبي ريحة وهنا نسرين تهبط في العجين زادت راهو البنات تاع سيبني تاي هيمشي معايا تايم خل نوريهم للعباد القطاط صاي هاي امهم هاي امهم تخبشك كانت تلقى ولادها ما تمسهمش شكون حط قالت نسرين رد بالك طيح لهم العش نتاعها قربي لهم ما فات الكاميرا وبعدين امهم جات حلالي بعد تايم بعد هاك حتى
سرين تاو تقص في البطاطا هاتي عايز تمام يا تي تسيب لنا العجينه يا تي يا دي كربي باه سيب راه ما يجيش المطاعه اسمعي باهي وحاضر تقولي هذاك هو وذرك شنو يا بسني دوري هكا ضربني طاو شنو البطاطا فات غير باهي وما كيفاش نحط وراها الصوم والفلفل الاكحل قصها قصها دايما ديك نحطها خاطر عملها طروف طروف سيتي سيتي الله غالب علي وهذا حط هذا الثوم هذه لمسات الاخ مازال حاشاكم الفلفل الاخضر باش نطيب طيب شو قصوه تحب كيفاش فات شنو قصو؟ قصي طريفي مش طريفي يعني على اربعه روندالات لا بالطول هاي بالطول باهي هذاك تنطيو شوف في الاخر كي سيبو نعرفو البطاطا كل شيء انا باش نعمل فات انت باش نزيد شويه ما في الماء باش نخلي البطاطا تطيب بالكدا باهي تبارك جاتني تشبه للمرمز طعمتها كيكة وكي تتخلط مع الرقيقة جميلة أول نخلوها نبدا شغل العجينة نتاعنا العجينة كنت نعجن فيها ونرتاح نعجن فيها ولا خاطر تعرف وين ترتاح العجينة فيه وين تعطيك الطون أكثر هذوما زوز كيلو حاسين عملناه خلطنا الكيلو ونص وبعديك كملنا نص أنا نحب الزايد حاب نعمل بعديك كعبات روجيك الأولاد لهنا العجينة بتاعنا فيت حاضر خلاص بسيه مشروع نجيب الطواح عجين عجين إن شاء الله هاي صحيتي باي طب شو نحطوها بسيه ما ستة ما عايشة ستة ما عارف العمالة دي ما عملين كانوا عسلامة هذه ظروف المباشر يا لالا عايشة واللايفات نتاعك هذه اللايفات هو تقولوا من ساعتين ولا الماضي ساعة تعمل في الكاسيجي توا اختك ما تلاقيناش من تالي من تالي قدي وري قدي اي من تالي ولا كانك واحد شدك من تالي في شعر هم جو ذرت مش باش تعدى الفيديو وهنا يا صديقاتي جد عيشوشة شفتوا كيفاش نسجلكوا في الصوت صوتي خليت الفيديو يتعدى تلقائي اما حس الذر وحركهم ساعة ساعة نقص الصوت قولي نسرين يا فاتن اش باش تعدي مسكينة فاتن فيديو همشي وما هذاك ضربني هذاك حركني هذاك هزلي لعبدي حاسيل وتحية لكل الأمهات اللي بالحق يناضلوا يلزمهم يتكرموا يتكرموا على الصبر اللي صبروه ووسع البال مع الصغار الحاسة ربي يفضل لكم عندكم وربي يدعم كل إن شاء الله امرأة تستناك وتحلم يكون عندها صغار هذا هو ملح الحياة هنا البنات عملنا اليوم الملاوي قلت ما نجمش بنات عداش فيديو ما فيش صوتي حتى ولو انه المقدمة ما بدتهاش اما كمام قلت كيفاش باش تعدى ساكت هذه الملاوي هنا عملتها نسرين شخشوخة فطورنا اليوم المرقة حضرت المرقة راي طريقتي انا هي انه نسرين عادة ما تعملهاش بلمسات من نسرين نتاع اكل لفاح وثوم هرستهم في اخر شيء كرهبتك من تبت هاي ولا تبت
مسكينة عايشة جد قلت البارح مرقت بهرجمة ولعبوا وتعاركوا وكذا وسبت وحد ويبتوا قاعدين في الدار، فذاك هو الحصيل والأمهات ربي يعاونكم وربي معاكم. الحصيل وحضرنا شخشوختنا ونادينا القفصية عيشوشة باش تفطر معانا، تحية القفصة كل هذه المناو هكا اي اي لا قصي على هيك من هنا على زوز عبر العرض اي تعطي ماما هكي هذه اكلتي انا المفضلة في بالك عايش كلش انا هو الحم ها بس ما ليش الناس في طازر بك الحسبة وقت شخشوخ شنو يا شخشوخ شخشوخ انت روشي تصل وكي انا راني ما نمشيش للصغار انت مريضة وصوتي باه لا مش متار بربي بنت جايبين درشنو من الجبال نمشي نادى ونجري عليهم وصوتي ما فماش ما نجمهمش. قلت له ما بدن باش نخرج للصغار ويزي وركة حوريض وقلت انا صوتي ما فماش خليه باش نخرج لهم ليهم خليتينا رانا خسرنا القصعة لا لا عاد قصعة شايحة بالعجينة نورمال والعجينة شاحت نورمال ناكلو عربي بنتها هكاك لازم تجي نص تياب اي ما تزدلها المرقة المرقة طايبة تسخن معاها يا سيدي واش قولك فيها ماشي كيما ليا صاحبتي جريتي جبت الدار طيب هذي بالدم شوفوا نسرين مسكينة أنا قادر متقعدوا عقلين نهزكم نخرجكم كان البرنامج هكي كمية أنا مريضة والدنيا ريح برشا وكملنا وقعدنا وحلت بينا القعدة كملنا مخر ظلامة الدنيا وليت معناتها ما كتبش عاد هما راكبين معنا في الكهرباء نوصل في عايشة ومشينا عنا قضيات نصور لكم مشينا مجازا والكل عاد صورت لكم مش تنصور لكم هما مشي في بالهم ماشيين الحديقة شو قلتي صاحبتها دولة في مخ هذه كما راهي والله اشتدنا في التون صحتش علاش اقوى فازه قالتها نهار هذا ليش صاير فيها هيك فهمتي ما في فهم اللي قلت انا لك فيها حتى يخرجوا الصغار قلت كي تعمل نقول عايش عودة هاي عايشة هزي تو اجرب لا لا تو هاني نشوف فيك من انا محلاها طلبي انت عايشة هكاك وهذه عايشة هنا فاتت الملاوي كلمي عايشة راه صوتي وعسلامتكم توا عملنا تختفنا بايبا بايبا ولدك يا سرين قاعده تحط في العيشة يا روحي يا انا شو اشطط عايشة هاي انا سبايبي بايبي قول عسلامة ارميها بوسة قلبي بوسة جاني باش يبوسني هو يا روحي انا بوس بوس الكاميرا هاي لوح بوسة روح بوسة تشوف فيك يا روحي انا جا هو يبوس لا البارح ما لقيتش بلا روح عايشة وحط في ايدها على الوحدة يخذ كل هذه المرض وكل مشاء هذه صديقاتي ظروف المباشرة معاكم سامحوني هذاك هو اللي نجم نخلط على صوتي ساعات يتسرع في وجهك وساعات يتسكر جملة شوفوا أنا سوني شوفني حليت الكاميرا ونصوري بيبي لي بيبي هو المهم صديقاتي هذه هي الملاوي بعد ما قصيناها هكا طريفات صغيرين باش نحطوا لها الصوص حتى تشاركنا عايشة طبية وتحضرية في الاخر بكل خلوها هي تزين شيخت عليها تشوفوا رايها فيها بنينة بنينة مش نورمال هي كلتها في الهوتيل ما يعملوهاش حارة بحكم الناس مش ناس كلتك الحار مي احنا نعملوها موزوزة فيوحة كذا هذاك علاش عندها سنين فكتش الحار هكاك هاي هاي عايشوش حلي ورينا تقامل اكاك عايشوش
هذه الصوص نتاعنا هزي من لوطا عايش هزي كل البصل وكل واحد وكل اي عادي بطاطا البطاطا لا البطاطا لا هزي كل مرقس هكاك هزي من لوطا هكاك بهرك شهي ورد كل شهيك كلي مقص من الناس في الجنة شفتي الريحة قلتي لي انتي لا وما عجبتنيش كليتها مرة وما عجبتنيش هذي الظاهرة اي خلطوا اي اعطيك واحدة خلطوا بها وما زالت تتخلط ري بالمرقة تحب المرقة هي جت كبيرة نحيو من الدجاج اخويا زيدي الماركة عايشة الكل اي صبي الماركة ريت تشرب الملاوي غيرك الزينة ذيك ما تحطيهاش نتاعها هاي هذيك حطها هاي الحمص وكل واحد وكل يتزين من فوق والبطاطا نحيها زين هكاك وخلطي تو تجي فيها برشا بطاطا مزينوا بها من فوق مش بالضرورة تحبي حتى ما تعمليهاش ما تعمليهاش شوفوا بيشة ديما بحذايا ديما بحذايا بيشة ديما بحذايا هكاك عايشوش هي عركة مذيبت هي عشية عشية ببني صوتي بح مانيش عايز سجل الصوت عطرصيني سجل الصوت بالعيات والعارك سابع سابع طو زيني من فوق بالحق وقولي والله مش على خاطر الكاميرا لا لا كولي على روحك واعطي رايك في اللايف تبت صحة وفرحة عرفتوا فيها ريحة هكا بالفلفل لك الكوش اي محلاها بزيت الفار تبت تو نزينو اي قد ما تاكلي منها ما تشبعيش علاش قلت لك انا راهي كمية قلتي انت جد ما شاء الله قلت لك راهي خفيفة على الاخر كي تاكليها ما تحسيش روحك قاعدة تاكلي في حاجة كبيرة هي ديجا اسمها شخشوخة شخشوخة وابن اسمها يجيب لك الفضول انك ذوقيها ذوقيها شنيا الشخشوخة هذه اي والله خاطر مره مشينا للطوز هي معروفه عند الجريديه اي هذيك الجريديه مشينا للورتيل وقتها الشخشوخه قيم حيرين شنو هي هبطناها نهار اي هذوك تاه تو واش قولك فيه لا تو ابن ديالي معناها مش كيما طايبه في وقتها وريتو وحنا ما نصصينا فيها خاطر انا تعجبني برشا نحبها وديما وما نعملها كم في اللمه ريتو نسرين قالت لي فات شنو انا قلت لها الشخشوخ قالت لي حق انت تحبيها فات قلت لها تو عايشه تجي والله حتى هي تطلب فيك قبال هي كهو وهذه تجيب اللم وصحه وفرح ميرسي عايشه حلا ياك عايشه قفصيه راهي قفصيه فات الفطر بالك يعملوا فيها لوز وزبيب ساعات نجمي تعمليها حلوه ذيك بالتمر واللوز والزبيب والسكر المحور فهمتي والزبده تبدا سخونه وذوبي فيها الزبده تعملي لها السكر المحور ولا السكر العادي عباره بالفاكهه عباره هذيك هي حلوه تعمليها طيب شوفوا انا هاي نسرين هاي نسرين هاي حظ زينتها عايشه نسرين نسرين على اعصابها تحضير اولادها وقرايه وكذا ما شاء الله